السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذة هند فرج، مدرسة دراسات اجتماعية، الصف السادس الابتدائي. النهاردة سنة ستة هنتكلم عن البيئة الساحلية، وهناخد أول درس في البيئة الساحلية. هنتكلم فيه عن الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية. هنتعرف على البيئة الساحلية، إيه هي البيئة الساحلية، موقع البيئة الساحلية موجودة فين في مصر، إيه هي الخصائص الطبيعية اللي تتميز بيها البيئة الساحلية في مصر. أول حاجة هنتكلم عنها هنعرف إيه هي البيئة الساحلية. ما المقصود بالبيئة الساحلية؟ البيئة الساحلية هي عبارة عن شريط ساحلي قد يتسع أو يضيق تبعا لاقتراب الجبال أو الهضاب من البحر، يعني عبارة عن الشريط اللي بيكون قريب من البحر، يا إما بيكون متسع يا إما بيكون يضيق ليه؟ أقوله بسبب اقتراب الجبال أو الهضاب من البحر. لو الجبال قريبة من البحر زي ساحل البحر الأحمر كده، ده بيضيق بيتسم بالضيق. لو الجبال أو الهضاب بعيدة عن البحر زي البحر المتوسط كده، بيتسم بالإيه؟ بالاتساع. طيب نتعرف على الخصائص الطبيعية بقى للبيئة الساحلية. الخصائص الطبيعية أول حاجة فيها إيه؟ طبعا الموقع. طيب البيئة الساحلية موجودة فين؟ في مكانين. البيئة الساحلية موجودة على ساحل البحر المتوسط في الشمال، وعلى ساحل البحر الأحمر في الغرب، أول في شرق مصر. أول حاجة ساحل البحر المتوسط في الشمال. ساحل البحر المتوسط في الشمال بيمتد من مدينة رفح شرقا حتى غرب مدينة السلوم غربا، يعني ده كده البحر الأحمر. بتمتد ساحل البيئة الساحلية على البحر المتوسط بتمتد من شرق مدينة رفح، هنا كده شرق مدينة رفح شرقا حتى غرب مدينة السلوم غربا. بينقسم البيئة الساحلية على البحر المتوسط لثلاث أقسام. أول قسم اللي هو الساحل الشمالي اللي شبه جزيرة سيناء. تاني قسم اللي هو ساحل شمال الدلتا، وده بيبدأ من بورسعيد حتى شرق اسكندرية. القسم الثالث بيبدأ من الساحل الشمالي الغربي من اسكندرية حتى غرب السلوم. يبقى البيئة الساحلية اللي على البحر المتوسط بتمتد من فين لفين؟ من شرق مدينة رفح شرقا حتى غرب مدينة السلوم غربا. أقسامها ثلاث أقسام: الساحل الشمالي شبه جزيرة سيناء، ساحل شمال الدلتا من بورسعيد حتى شرق اسكندرية، الساحل الشمالي الغربي من اسكندرية حتى السلوم. لو جينا هنا على الخريطة وحددناهم أكتر، أدي أهو دي كده رفح، شرق مدينة رفح أهي رفح حتى غرب مدينة السلوم. كل المسافة دي هي البيئة الساحلية على البحر الإيه؟ المتوسط. طيب تاني حاجة، البيئة الساحلية على البحر الأحمر في الشرق. بتمتد من شرق مدينة طابة شمالا إلى جنوب مدينة حلايب جنوبا، أهي دي طابة أهي فوق في خليج العقبة، شمال خليج العقبة، أول خليج العقبة كده حتى حلايب في آخر السودان، يعني على أول حدودنا مع السودان كده. تمام، يبقى البيئة الساحلية على البحر الأحمر بتمتد من شرق مدينة طابة شمالا إلى جنوب مدينة حلايب جنوبا. البيئة الساحلية على البحر الأحمر متقسمة قسمين. أول حاجة من مدينة السويس خلاص حتى جنوب مدينة حلايب، يعني من فوق هنا من مدينة السويس هنا حتى جنوب مدينة حلايب. تمام، ده القسم الأول اللي هو الجزء ده كده. القسم الثاني اللي هو على سواحل خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء، الجزء ده كده على ساحل خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء. دي كده كانت أول حاجة في الخصائص الطبيعية، تعرفنا على موقع البيئة الساحلية على البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر. تاني حاجة هنتعرف على مظاهر السطح. مظاهر السطح بتشمل سهول ساحلية، خلجان، رؤوس أرضية، شروم، شعاب مرجانية. هنتعرف على كل واحدة فيهم. أول حاجة هنتكلم عن السهول الساحلية اللي بتطل على البحر الأحمر. السهول الساحلية على البحر الأحمر مقسمينها ثلاثة. أول حاجة سهول ساحلية ما بين البحر الأحمر شرقا وسلاسل جبال البحر الأحمر غربا، اللي هي دي، اللي هي الجزء ده كده. خلينا نمسح ده أهي. السهول الساحلية على البحر الأحمر اللي هي دي الجزء ده كده بتضيق
شمالا، كلما اتجهنا جنوبا زي السور زي ما احنا رسمتها كده بتتسع، يبقى بتضيق شمالا، وكلما اتجهنا جنوبا تتسع، كل ما اتجه جنوبا بنلاقي ان السهل الساحلي ده ايه بيتسع اكتر. تاني حاجة، السهل الساحلي على خليج العقبة ده يتميز بالضيق لاقتراب الجبال من البحر. يعني السهل الساحلي على البحر على خليج العقبة يتميز بالضيق، ليه؟ اللي بسبب اقتراب الجبال من البحر. السهل الساحلي على خليج السويس اكتر اتساعا من خليج العقبة، وده برضه بسبب ابتعاد الجبال عن البحر. دي كده السهول الساحلية المطلة على البحر الأحمر. طب السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط هي عامة تتميز بالاتساع والانبساط بشكل عام، هي عامة تتميز بالاتساع، وبيوجد بيها ظاهرات طبيعية زي الكثبان الرملية وزي سلاسل التلال الجيلية. يعني احنا بنلاحظ أكتر على ساحل البحر المتوسط اللي بنلاقي فيه كثبان رملية، وهي عبارة عن تجمعات من الرمال، يعني الأماكن تتراكم فيها الرمال وفيها سلاسل تلال جيرية. إيه هي التلال الجيرية؟ دي عبارة عن تلال مكونة من الصخور الجيرية، يعني بتبقى عبارة عن صخور كده جيرية بتتراكم فوق بعض، بتكون ناصعة البياض. خلاص، وهنقول دلوقتي بنستخدمها في إيه التلال الجيرية دي. بس التلال الجيرية إيه هي التلال الجيرية؟ هي تلال مكونة من الصخور الجيرية ناصعة البياض، موجودة فين؟ على ساحل البحر المتوسط. طيب هنيجي نتكلم عن، قلنا هيبقى فيه رؤوس أرضية وفي حاجة اسمها الشروم والخلجان، وإيه هي السهول الساحلي. قبل ما أقول أسمائهم هنتعرف عليهم إيه هم الأول. أول حاجة الشرم. إيه هو الشرم؟ الشرم اللي هو مفرد كلمة شروم، إحنا قلناها في الأول. شرم مفرد كلمة شروم. الشرم هو عبارة عن خليج مائي ضيق متعمق في اليابس، يعني جزء من المياه تمام داخل في اليابس بس بيكون ضيق، يعني ضيق، عشان كده سميناه الشرم. طب الرأس الأرضي. الرأس الأرضي هو امتداد الأرض من اليابس داخل البحر، يعني جزء من الأرض ممتد داخل الايه البحر زي الصورة دي كده، ده كده اسمه رأس أرضي، اللي هو جزء من الارض داخل الايه داخل البحر، حواليه البحر هو من كل مكان. تمام. الخليج هو توغل جزء من البحر في اليابس، يعني جزء بقى من البحر من الميه داخل جوه اليابس زي خليج العقبه وخليج السويس كده، ومتصل بالبحر بفتحه ايه واحده زي ما خليج العقبه. بصوا زي ما هنا كده، اهو هنجيبها في الصوره، زي ما خليج العقبه اهو ده كده، اهو ده اسمه خليج العقبه وخليج السويس اهم. هو عباره عن جزء من البحر، جزء من المياه متعمق فين؟ في اليابس، حواليه اليابس، ومتصل بالبحر بفتحه ايه؟ واحده. طيب تاني بقى نكمل تاني. السهول الساحليه هي عباره عن ارض شبه مستويه السطح بتمتد من خط الساحل الى داخل اليابس، يعني عباره عن الارض اللي بتبدأ من أول خط المية، من أول المية وأنت داخل بقى الإيه الأرض، وأنت ماشي على الشاطئ كده زي ما بنبقى رايحين المصيف كده، الجزء اللي أنت بتبقى ماشي على الشاطئ ده اسمه السهل الساحلي. خلاص، يبقى السهل الساحلي بيمتد من خط الساحل إلى داخل اليابس. الأربعة تعريفات دول مهمين جدا جدا جدا، مهم أوي أنا أفرق ما بين إيه هو الشرم، ايه هو الرأس أرضي، ايه هو الخليج، ايه هو السهل الساحلي. خلاص، هقولهم تاني. ما المقصود بيه؟ ممكن يجي ما المقصود بيه الشرم، ايه هو الشرم؟ هقوله الشرم هو خليج مائي متعمق في اليابس. طب الرأس الأرضي هو امتداد الأرض من اليابس داخل البحر، اسمها فيها هو رأس أرضي، امتداد أرض من اليابس داخل الايه البحر. طب الخليج هو توغل جزء من البحر في اليابس وبيتصل بالبحر بفتحة ايه واحدة. طب السهول الساحلية هي أرض شبه مستوية السطح بتمتد من خط الساحل إلى داخل اليابس. هنكمل بقى نقول زي ايه وزي ايه عندنا رؤوس أرضية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وزي ايه عندنا خلجان على البحر الأحمر والبحر المتوسط. الرؤوس الأرضية، يتميز البحر المتوسط بأن هو يوجد عليه عدد من الرؤوس الأرضية زي رأس الحكمة ورأس علم الروم ورأس الضبع، يعني البحر المتوسط يتميز بوجود رؤوس أرضية.
طيب الخلجان على البحر المتوسط يوجد برضو العديد من الخلجان المتسعه زي خليج ابو قير وخليج العرب وخليج الحكمه، ده كده على ساحل البحر الايه المتوسط. طب على ساحل البحر الاحمر بتقل الرؤوس الارضيه، يبقى على ساحل البحر المتوسط في عدد من الرؤوس الارضيه، على ساحل البحر الاحمر تقل الرؤوس الارضيه. طيب الخلجان والشروم، بتكثر الخلجان والشروم على خليج السويس والعقبه، وده انشئ عليها العديد من المواني زي ميناء شرم الشيخ وميناء نويبع. يبقى على خليج العقبه والسويس يعني على ساحل البحر الاحمر عندي خلجان وشروم، واللي انشئ عليها مواني زي ميناء شرم الشيخ وميناء الاسكندريه. دي كده الرؤوس الارضيه والخلجان والشروم على ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط. بعد كده الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه موجوده فين؟ طبعا هي بتنتشر على البحر الاحمر، مش موجوده في البحر المتوسط. ايه هي اصلا الشعاب المرجانيه؟ هي عباره عن تكوينات من صخور مرجانيه افرزتها حيوانات بحريه دقيقه. هي عباره عن تكوينات كده من الصخور، التكوينات دي اللي عملتها او كونتها هي عباره عن حيوانات بحريه هي اللي بتفرزها، وهم حيوانات موجوده في البحر الاحمر، حيوانات بحريه يعني اسماك. ماشي. طب ليه الشعاب المرجانيه منتشره على ساحل البحر الاحمر بالذات؟ بما تفسر انتشار الشعاب المرجانيه على ساحل البحر الاحمر؟ اقوله بسبب صفاء المياه ودفء المياه وهدوء حركه المياه. يبقى بما تفسر انتشار الشعاب المرجانيه على ساحل البحر الاحمر؟ اقوله بسبب ثلاث حاجات: صفاء المياه، دفء المياه، هدوء حركه المياه. تاني، بما تفسر انتشار الشعاب المرجانيه على ساحل البحر الاحمر؟ عايز اقول لكم السؤال ده مهم جدا، بيجي في الامتحان كتير. ليه الشعاب المرجانيه موجوده على ساحل البحر الاحمر؟ علشان ايه؟ اقوله بسبب صفاء المياه، دفء المياه، هدوء حركه المياه. خلاص، دول كده الثلاث اسباب اللي سبب انتشار الشعاب المرجانيه على ساحل البحر الاحمر. دي صورة اهي للشعاب المرجانية، دي كده اللي هما دول، دي كده صورة كده لأشكال الشعاب المرجانية اللي موجودة في ساحل البحر الأحمر. تالت حاجة بقى المناخ. في البيئة الساحلية عامة تتميز البيئة الساحلية بصفة عامة بمناخ معتدل طوال العام، يعني مناخ معتدل طول السنة. ليه؟ لأن البحر طبعا بيعمل على توطيد درجة حرارة الجو معظم فصول السنة، يعني احنا في الصيف في عز الحر تلاقي كل يقولك احنا رايحين البحر، رايحين المصايف. ليه؟ لأن البحر بيعمل على توطيد درجة الايه؟ الحرارة. بس عندي سواحل البحر المتوسط في الشتاء بتتعرض لرياح شديدة جدا، الرياح دي بتعرف باسم النوة، اسمها كده النوة. الرياح دي بتكون بتتعرض ليها المدن اللي بتقع على ساحل البحر المتوسط، ممكن تاخد لها ايام او اسبوع مثلا تكون فيها رياح شديده وامطار، فبتعرف باسم النوة. البيئه الساحليه على البحر الاحمر بقى تتميز بندره الامطار، يعني هي عامه تتميز بندره الامطار، واحيانا بتسقط الامطار بتكون بشده وبتسبب سيول، خلاص، وبينتج عنها دمار كبير للطرق. يبقى انا عندي البيئة الساحلية على البحر المتوسط فيها امطار بتسقط فيها الامطار، وفي بتتعرض لرياح في فصل الشتاء تعرف باسم رياح النوع. ساحل البحر الاحمر تتميز بندرة الامطار، واحيانا الامطار دي بتسقط بشدة وبتكون او بتسبب سيول بينتج عنها دمار كبير للطرق. وكمان قلنا هو دلوقتي تسقط الامطار على ساحل البحر المتوسط. اخر حاجه النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه في البيئه الساحليه على ساحل البحر المتوسط. انا عندي بتنمو نباتات طبيعيه مثل الحشائش والاعشاب، وكمان في اشجار الزيتون والتين واللوز. طب الحيوانات البريه برضو على البحر المتوسط، انا عندي برضو في بعض الحيوانات البريه زي الغزلان والثعالب البريه. طب على ساحل البحر الاحمر من النباتات الطبيعية اللي موجودة شجيرات اسمها المانجروف وشجيرات الغرقد، وبتوجد بعض الحيوانات البرية زي القط البري والقليل جدا من الغزلان. يبقى أنا كده عندي النباتات الطبيعية في البحر المتوسط والبحر الأحمر،
على ساحل البحر المتوسط بتنمو النباتات الطبيعية زي الحشائش والأعشاب، ويوجد أشجار الزيتون والتين واللوز. وعلى البحر الأحمر بتنمو شجيرات المانجروف وشجيرات الغرفة. الحيوانات البرية على البحر المتوسط يوجد الغزلان والثعالب البرية. الحيوانات البرية على البحر الأحمر يوجد القط البري والقليل جدا من الغزلان. طيب اتكلمنا في الأول على التلال الجيرية، لما يجي يقول لي بما النتائج المترتبة على أهمية التلال الجيرية ناصحة البياض، ليه التلال الجيرية مهمة؟ هقوله لأنها تستخدم في تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها في حفر الآبار. التلال الجيرية دي بيستخدموها في إنهم يخزنوا من خلالها مية الأمطار علشان يستخدموها في حفر الآبار. طيب من نتائج بتبع على سقوط الامطار على البحر المتوسط، ايه اللي حصل لما عندي الامطار بتسقط على ساحل البحر المتوسط؟ احنا هنا ان بتسقط الامطار على ساحل البحر المتوسط اقول له ادى الى قيام الزراعه في شمال سيناء والساحل الشمالي الغربي لايه؟ لمصر. يبقى ادى الى قيام الزراعه، عندي زراعه في شمال سيناء والساحل الشمالي الغربي لمصر. دي صورة شعاب مرجانية ودي أشجار الزيتون. طب هنحل مع بعض الأسئلة أو التدريبات الخاصة بالدرس. أول حاجة، يمتد البحر المتوسط من نقط شرقا إلى نقط غربا. البحر المتوسط يمتد من فين لفين؟ أقول له من رفح شرقا إلى السلوم غربا. طيب يمتد البحر الأحمر من نقط شمالا إلى نقط جنوبا، ها مين معايا يا شباب الأول؟ يمتد من طابة شمالا إلى حلايب جنوبا. طيب أكمل من النباتات الطبيعية على البحر الأحمر، إيه النباتات الطبيعية الموجودة على البحر الأحمر؟ زي إيه؟ أقوله شجيرات المانجروف وشجيرات الغرقل. طيب من النباتات الطبيعية على البحر المتوسط أقوله أشجار الزيتون. بكده نكون خلصنا درس النهاردة واتكلمنا فيه عن خصائص البيئة الساحلية وتعرفنا على البيئة الساحلية. الدرس تذكروه كويس، الدرس مهم جدا جدا يا سنة ستة، ذكروا التعريفات اللي فيه كويس جدا، ركزوا على الخريطة وعلى الأماكن على الخريطة. أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.